السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للأخوات والأخواتات، وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء. المهم الإخوان والأخوات، في هذا الفيديو هذا درته خصيصا وما نطولش فيه بزاف. درته على واحد الناس اللي ما عرفش شنو اللي بيني وبينهم، ما درت لهم والو وما درت لهم حتى شي حاجه، كيجلسوا يسبونا ويعايرونا في الكومونتيرات، حشومه عليكم، عيب وعار. اشنو درنا لكم؟ ود الا ما عجبناكمش ما تدخلوش لعندنا، ما تدخلوش عندنا نهائيا، مسحونا من بالكم، ما تدخلوش للقناه عندي انا. من الناس نقول لكم الا ما عندكمش معانا وما كتحملوناش ما كتحملونيش انا، ما تدخلوش عندي للقناه، لانني انا عندي متابعين حقيقيين وعندي ناس تيبغونا ويدعمونا، جزاهم الله خيرا. اما نتوما اللي كتسبونا في لي كومونتير وتعيرونا وتقذفونا، ما انتوما ما اصحابنا، ما تنعرفكمش انا اصلا، ما تنعرفكمش. لهذا الله يجازيكم بخير، الا ما تتحملوناش لا ما تخصصوا الهضره بلا ما ديروا شي حاجه اللي غادي ترجع لكم غير نتوما بالعين. اما انا عارف راسي اش كندير، عارف اني الاخوان والاخوات اللي كيتفرجوا بالفيديوهات ديالي عارفيني انا اشنو كنسوى وعارفين اشنو كنشر. انا ما كنشرش تافهه ولا كنشر شي حاجه اللي مخله بالحياه، انا ما كنديرش الشهره، انا كنشارك فيديوهات مع الاصدقاء والاحباب والخوت والخواتات كيتفرجوا فيهم، اللي بغى يتفرج ويشوف ويقول كلمه زوينه مرحبا بيه، واللي ما بغاش اللي بغى يتفرج ويقول شي حاجه ماشي فيا انا قبل ما يدخل عندي، ما عندي ما ندير به. احنا عندنا خوتنا وخواتاتنا وحبابنا والاصدقاء ديالنا كيدخلوا كيدعمونا كيبارطاجيو مع الناس، حنا عارفين. واش غادي نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حنا ما سنسبت شي واحد وما تنعلق على حتى شي واحد وما كنتش نبغي نرد حتى على شي واحد، ولكن هذا الفيديو انا ما غاديش نحط لكم الميساجات ديالكم، داك الكومونتيرات اللي كتسبونا وتقذفونا، ماشي غنجي نحطها نشد نهز الكومونتير ونحطهم نقول لهم نقول ها انتم شوفوا، انا ما غاديش نوري، ولكن خليت لكم الله. لهذا الله يجازيكم بخير، اللي ما عندوش معانا يخرج ويمشي بحالاته بلا ما ينساني، ينساني من بالو. هذا هو اللي كاين، وتحيه للخوت والخواتات. وهذا ما هذا الفيديو صراحه هذا درته خصيصا، ما كنتش باغي نديرو، ما كنتش باغي ترد، ولكن ضروري خصني نقول لكم هاد الهضره هادي باش تعرفوا راه كاين الناس راه طاو بوحده. لهذا الله يجازيكم بخير، اللي ما عندوش معنا يخرج بحالاته وما يتفرجش في الفيديو، كما كان عجبوكمش انا ياك، حنا الفيديوهات ديالنا ما كيعجبوكمش، خرجوا الله يجازيكم بخير ونساونا عليكم، خليونا عليكم الثقات. وتحياتي للخوت والخواتات اللي كيتفرجوا فينا واللي كنعجبوهم واللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالنا واللي كيبارطاجيو، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.